من أكثر الأمور تعقيدا في عصرنا مواضيع الزواج. الإنسان إذا بده يتزوج أهم الدنيا بيركب فوق راسه، بده يأمن بيت وعفش ومهر وشبكة وزفاف ومش عارف إيش، بصير بده يتزوج عم يرجف بس مجرد ما يفكر بالفكرة. من أروع قصص الزواج بالتاريخ قصة زواج تلميذ سعيد ابن المسيب، اسمه كثير رحمهم الله جميعا. كثير هذا كان في مجلس سعيد المسيب تلميذ عنده، فغاب 3 أيام ثم جاء قال: أين كنت؟ أنا وين اختفيت؟ قال: توفيت زوجتي فانشغلت بدفنها. قال: ألا أخبرتني؟ فصليت عليها، أنا كنت عم بصلي فيها وشيعتها وكنت معك، سامحك الله. ثم قال له سعيد بن المسيب: هل أحدثت زواجا بعدها؟ يعني رجعت تزوجت حدا من بعدها؟ قال: ومن يزوجني؟ أنا أتزوج، أنا أول مرة تزوجت وما بعرف كيف. قال: ومن يزوجني ولا أملك درهمان؟ بجيبتي بتنفضني ما بتلاقي معي درهمان. فقال سعيد: أنا أزوجك، أزوجك ابنتي. قال: أحقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: فانصرفت من المجلس وأنا في فرح لا أعلم ماذا أفعل، أنا مكيف وأنا أفكر من أين أستدين درهمين، يعني ما بدي أجيب المصاري أنا. قال: فذهبت فصليت المغرب ثم أتيت إلى البيت وكنت صائما، فوضعت إفطاري وكان وقتها خبز وزيت، بدي أفطر. قال: فإذا بالباب يقرع، فقلت: من بالباب؟ فقال سعيد. قال: فخطر برأسي كل سعيد بالمدينة إلا سعيد بن المسيب اللي هو صار عمه هلا. قال: ففتحت الباب فإذا هو سعيد بن المسيب. السبب أنه أنا ما خطر ببالي سعيد بن المسيب عشان سعيد بن المسيب 40 سنة ما وجد بالطريق غير بين بيته والمسجد، من المسجد للبيت ومن البيت للمسجد. قال: أرابك شيء؟ يعني أنت غيرت رأيك؟ بطلتك تزوجني؟ فكرت بالموضوع؟ رجعت حالي؟ لا يا عمي، هذا ما معه يأكل. قال: لا، ولكني تذكرت أنك أعزب الآن، يعني أنت قاعد لحالك، لا زوجة لك الآن، ما عندك امرأة، وهذه ابنتي. وكانت ابنته معه خلف الباب. قال: وهذه ابنتي، فكرهت أن تبقى وحدك، خذها. فوت له إياها وكمش الباب. قال: وأخذ الباب بيده فأغلقها وانصرف. قال: فنظرت للمرأة فسقطت في أرضها من الحياء، يعني هي لا بتعرف ولا شيء، فاتت أغمى عليها بأرضها. قال: حتى إذا استفاقت وما عنده طعام. قال: فخبأت الطعام حتى لا تراه، ما عندي أنا طعام غير خبز وزيت، وصعدت إلى السطح تلبك ما عارف حال شو بده يعمل، بده يعيط للجيران ما بيقدر يعيط، المخلوقة تحت وما بتعرف شيء عنه. قال: فأخذ يرمي الجيران بالحجارة، فقالوا: مالك؟ فأخبرهم الخبر إنه ما عنده طعام، ما عنديش حد بقدر بقول أي شيء أمشي حالي فيه. قال: فجاء الجيران وعلمت أمه فجاءت مسرعة وقالت: وجهي من وجهك حرام، أنا حرام علي أشوفك، إن دخلت عليها قبل 3 أيام ترك لي إياها 3 أيام أضبط لك إياها وأعمل لك إياها عروس وأضبط لك البيت بعدين، تعال. قال: فدخلت بعد 3 أيام عليها. طب سعيد بن المسيب ليه عمل هيك؟ بده يخلص من بنته؟ الواحد بقول لك أوه بده يخلص من بنته، جاب له إياها حطه بنته لسعيد بن المسيب. تعرف مين كان طالبها؟ كان طالبها عبد الملك بن مروان لابن الوليد، يعني لا يعني حتصير زوجة ملك سلطان عنده مال عنده ظهر. أبدا ما كان بده يزوجها هي عشان ما تنفتن بالدنيا، وزوجها لهذا الرجل الفقير. طب كان هي فيها عيب؟ أبدا. قال: فوجدتها من أجمل النساء شكلا وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظهم بكتاب الله لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وأعلمهم بحق الزوج، وهي حط تحت 1000 خط، ممكن تلاقي واحد ملتزمة بس ما بتعرف حق زوجها، ما بتأدى حق زوجها. رسالتي من هالموضوع كلياته أنه أنت خفف أول شيء من مهر، من المهر الناس اللي عم يطلبوا، خفف من المتطلبات اللي عم يطلبوا إيد بنتك، خفف عليهم، يسر أمرهم، وابحث عن رجل صاحب دين يحفظها. شوف المقارنة كانت عند سعيد المسيب، ابن ملك وأصبح ملكة فيما بعد، ومع هذا الرجل الفقير الذي لا يملك في جيبه إيش؟ درهمان. دائما ابحث عن صاحب دين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو عجبك المقطع انشره للناس، بارك الله فيك. السلام عليكم.